فك رقبتي شو؟ هيك راسي عم بعيد الشر ما عم بنام الليالي ليه يا داد؟ عم بحلم فيك انت عندك بيت شيء؟ لا ما عندك؟ شكله ما عنده بيت سألته تعرفتوا علي جوات الكادر وهلأ بعد شوي رح تتعرفوا علي برات الكادر معكم داعد رزق المهضومة اوكي انتروني باي باميلا تعال شو بدي تعال شو بدي خبرك تعالي هلا ما تقولي هالطبخة صغيرة مليت هندبة بزيت أكلة من أكلة ليك شوفي لو هدوك إياها لا بتدوقيها أنا كيف بدي أقلكم كيف بقضي وقتي أول شي بوعى ركبة قهوة بشربها بعدين بنزل على الدكان شوف شو بدي شو ناقص نقراط ليك الأكل بده كرم يعني إذا ما كنت كريمة على طبختك ما بتطلع طيبة إيه شو لكن أنا يا بطبخها مظبوط يا أما بلا أنا بكل شي شطورة بالطبخ الورق العريش المغربية الملوخية أنا عليك بحب أكل كتير البزاء كتير إسكربو يا أمي بحبه كتير حزيني مرة أخذت معي على دواية 7 كيلو جد صيمتهم وطبختهم وحطيتهم بالثلاجة وديتهم فت على دبي قالوا لي ايش هذا؟ قلت له هيدا كيف قلت له قول ما قالوا لي شيء مرقوني 7 كيلو بلشت اول شيء من شي 23 سنة بدوبين الدعايات يعني صرت عاملة تقريبا شي 100 دعاية من بعدها اجاني فرصة بلشت بالمسلسلات والافلام انا وقت فوت على التصوير ما بتطلع بالساعة يمكن بصير بعبيتي ساعة 5 ساعة بخرة بقولوا يا طول تغسل العين عنك ما بتتعبي بقولوا لا الوحدة مرة عندي شابين وبنات الكبير قوله 29 سنة بهولندا والبنت والشاب الثاني 18 سنة بدبي يعني لو ما كنت أنا بهدا الدومين شو كان بصير بحوالي ما بقى فيه إذا على الطريق كل ما أنزل بطان دعب أنا أصور معك ونتكي تكي لحتى حط الحمرة أنا كثير بحب الفرن الشباك لأن خلقت فيها وكبرت فيها وخطير فيها بحبها كثير كيفك يا فنانة؟ أحلى صورة مع الفنانة أحلى صورة وهلأ جبت اللي ناقصني بس عشية لقوني على الكاراوكي شو صار؟ بس ما تهربوا صوتي مش حلو بس بغني كل واحد منكم قد ما في يساعد الغير ما يقصر لأن هيدا الفرح بحد ذاته وهذا الصلاة يعني الإنسان إذا شاف واحد بحاجة لأي شيء وساعده بيفرح كتير بقى اوعى ما تساعده حدا اوعى إياكم